يقول: هل التسمية بالوهابية تسمية صحيحة أم فيها إشكال؟ لا، هذه يقصدون بها التنفير عن دعوة الشيخ، يقولون أنه شيء جاء به جديد، مذهبه جديد، مذهب خامس، يقولون مذهب وهابي خامس خارج عن المذاهب الأربعة، هذا قصده، وقصدهم التشويه والتنفير. دعوة الشيخ هي دعوة التوحيد التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاب شيء من عنده ينسب إليه أبدا، إنما ينسب المذهب لمن أتى بشيء جديد، هو ما جاب شيء جديد، هو جدد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مجدد فقط. نعم.